استلام الحجر الأسود ليس سنة مطلقا، وإنما هو سنة في عبادة. فيسن استلام الحجر في مواضع ثلاث دلت عليها السنة. الموضع الأول عند ابتداء الطواف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استلم الركن. الموضع الثاني إذا مر به أثناء الطواف، كلما مر بالركن استلمه. الموضع الثالث بعد صلاة الركعتين إذا كان يعقبه سعي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صلى الركعتين أتى إلى الركن فاستلمه كالمودع له، ثم ذهب إلى الصفا. هذه المواضع الثلاث التي دلت السنة على مشروعية استلام الركن أو الحجر فيه.